بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، نظم الهلال الأحمر المصري احتفالية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوتشا. هذا ويمثل اليوم العالمي للعمل الإنساني أهمية كبرى هذا العام في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، حيث يأتي تذكيرا بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني، بما يسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين جميع الأطراف الفاعلة في هذا المجال. هدفنا هو تسليط الضوء على المساهمات والجهود المتميزة اللي بيقوم بها العاملين الإنسانيين في مصر وأيضا حول العالم. هدفنا هو تسليط الضوء أيضا على جهود متطوعي وموظفي الهلال الأحمر المصري اللي خاصة خلال 2023 حتى هذه اللحظة لم يتوقفوا منذ اندلاع الحرب في السودان، وهم موجودون على معبر أرقين وأيضا معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية، ثم مرورا بما حدث في ليبيا والعمل على تقديم المساعدات، ثم أيضا ما حدث بعده من أو يعني بالإضافة إليه من أزمة غزة التي أيضا لم نتوقف العمل في تقديم المساعدة للقطاع منذ 8 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. هو يأتي في وقت صعب في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما مع الأزمة في غزة، حيث لقي العديد من العاملين في المجال الإنساني حتفهم نتيجة أو جراء للصراع. اليوم نحن هنا في الهلال الأحمر المصري لنحتفي ولنثمن على الجهود التي لا يمكن حتى وصفها للعاملين والمتطوعين في الهلال الأحمر المصري، والتي بذلوها في العديد من الأزمات، ولا سيما لتقديم الدعم لمن يحتاجونه في قطاع غزة وأيضا في التداعيات التي جاءت على العديد من الأزمات الأخرى.